في حياة الأمم والشعوب أيام خالدة ومناسبات أعياد مجيدة يتم تخليدها والاحتفاء بها، ليس فقط من باب الفخر والاعتزاز بالماضي، ولكن باعتبارها مرآة عاكسة للهوية المشتركة، حافظة للوعي الفردي والجماعي. والمغرب بتاريخه العريق له من الأحداث الكبرى والمحطات المشرقة في طليعتها حدث الاستقلال الذي شكل منعطفا بارزا في تاريخ المغرب المعاصر، وحدث المسيرة الخضراء التي تعد من أقوى اللحظات التي عاشها مغرب الاستقلال، والتي مكنت من استكمال الوحدة الترابية من قبضة الاستعمار. وتخليدا لهذين الحدثين يطيب لبعض التلاميذ سنة الأولى ابتدائي تقديم قصيدة بعنوان عيد الاستقلال. عيد الاستقلال، عيد الاستقلال، عيد المجد والعرفان، عيد رفرفت فيه رايتنا حمراء تنشد النصر والتحدي، تنشد الفرحة للتصدي، نلنا المنع للنضال، يد في يد كان المراد هو استقلال لبلدي. مغرب جميل بافتخاري وملك القلوب الطيب، ما زال نشيد الاستقلال تهفو به بلاد حرة أبية. لا ننحني للقهر والعدوان، حذاري يا أمم من لمس بلدي، فنحن فداء للوطن ولملكنا الهمامي. مهما قلنا فيك فأنت أمنا، أنت هويتنا أينما صرنا، نعشقك يا وطني عزيز، يا وطني بالقسم. ماض فينا وحاضره والمستقبل، روح وطنيتي باقية فينا للأبد. أينما ولدنا وشبنا هذا هو وطننا، هذا هو وطننا. نولد ونشيب في وطننا حتى الممات نوصي بدفننا. حبيب سيبقى للأبد، حبيب سيبقى للأبد، عيد الاستقلال، عيد الاستقلال. لا تسألني من الصحراء هو عنوان النشيد الذي سيتحفنا به تلامذة السنة الأولى ابتدائي. لا تسألني من الصحراء هي عنوان النشيد.